Added value, Fail Muhammad, مدير الحوكمة الرقمية. المركز الوطني الجزائري للرقمنة. من الأمور الأساسية والمهمة التي سيحققها أيضا هذا المركز هي استضافة ومركزة البيانات الوطنية داخل التراب الوطني، وهذا ما سيساهم في تعزيز السيادة الرقمية لبلادنا والمضي تدريجيا في تحقيق استقلالنا التكنولوجي من خلال تعزيز منتوجنا المحلي. Huawei remain dedicated to providing. شركة هواوي تظل ملتزمة بتوفير الحلول المتطورة وكذلك تسليم المشروع خلال الأشهر التسعة المقبلة وما بعدها من مشاريع لتحقيق الطموح الرقمي للجزائر. دعونا معا نتبنى التحديات والفرص التي تنتظرنا ونصنع مستقبلا تقف فيه الجزائر في طليعة الابتكار الرقمي في هذه المنطقة ولأجل مستقبل زاهر. We maintain our commitment in Algeria for Algeria.